احنا تعودنا دائما نبرش الشوكولاتة بالمبرش الخشنة لتزيين الجاتوهات، ولكن اليوم احنا حنبرشها بالمبرشة الناعمة. بالطريقة هاي بقدر احطها مباشرة على فناجين القهوة، مشروبات الكوفي، بقدر احطها مباشرة على فناجين الكابتشينو والقهوة والكاكاو. بتبقى عندي الشوكولاتة نازلة ناعمة زي الكاكاو المطحون. أفضل طريقة لتقطيع الشوكولاتة الخام، بستعمل سكين عريضة بالشكل هذا وأحطها على طرف الشوكولاتة وأضغط عليها بهدوء، فبتطلع عندي الشوكولاتة مقطعة إلى قطع رفيعة في منتهى السهولة والبساطة. من أسهل الطرق لتذويب كميات بسيطة من الشوكولاتة، بستعمل كيس نايلون سميك، بحط فيه الشوكولاتة الكمية اللي أنا عايزاها وبحطه في الميكروويف لبضع ثواني لغاية ما يصير عندي لين بالشكل هذا. وأثناء وضعه في الميكروويف بفتح الميكروويف بعد مرور بضع ثواني وبضغط على الشوكولاتة بهالطريقة، برجع بحطه تاني وبرجع بضغط عدة مرات لغاية ما تصبح عندي الشوكولاتة مذابة بهذا الشكل.